اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بنجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر كابتن ياسر لبيب. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن هيثم، وانا سعيد بوجودي وتواجدي معاكم هنا في قناه الاهلي. انت في بيتك والحمد لله على السلامه من الامارات، ونورت مصر كلها. منوره بيكم ومنوره شعبها. طب كابتن، احنا عملنا تقرير كده نعرف كمان الساده المشاهدين اكتر عن حضرتك. نشوف التقرير ده ونرجع لحضراتكم تاني. هو أحد أهم لاعبي كرة اليد بالنادي الأهلي على مدار تاريخه، وأسطورة من أساطير اللعبة داخل جدران القلعة الحمراء، وساهم في إعلاء اسم النادي في اللعبة على مدار سنوات طويلة قضاها بين جدرانه، حيث حقق 19 بطولة مع الفريق. استطاع ياسر لبيب أن يخطف عقول وقلوب جماهير الشياطين الحمر، ولقبوه ببيبو كرة اليد المصرية، وهو أحد العلامات المضيئة التي ساهمت في رقي كرة اليد داخل جدران قلعة الجزيرة. برز اسمه من اللحظات الأولى له داخل جدران النادي الأهلي منذ أن انضم له في عام 1972 مع الكابتن حمدي رفاعي، ثم تدرج في فريق الناشئين قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول وهو لم يكمل 15 من عمره. وبعد مرور عامين أصبح أحد أهم لاعبي الفريق رفقة المدير الفني حينها الكابتن طلعت شتاء، ثم انضم للمنتخب الأول تحت قيادة البولندي فولار عام 1983. ياسر لبيب اسم له تاريخ في عالم كرة اليد، والأرقام والإحصائيات هي من تبرهن على ذلك. فعلى مدار 27 عاما قضاها لبيب داخل جدران القلعة الحمراء، استطاع أن يحصد ما يقرب من 34 بطولة متنوعة مع النادي والمنتخب، بين بطولة الدوري وكأس مصر والبطولة الإفريقية والعربية، حيث حصل رفقة المارد الأحمر على لقب الدوري 8 مرات وكأس مصر مرتين والبطولة الإفريقية 3 مرات والبطولة العربية أبطال الدوري 4 مرات والبطولة العربية أبطال الكأس مرتين. واصل ياسر لبيب تألقه مع منتخب مصر وحقق العديد من الإنجازات، فتوج ببطولة الأمم الإفريقية مرتين ودورة الألعاب الإفريقية مرتين وبطولة العالم العسكرية في مصر، وشارك في دورة الألعاب الأولمبية ببرشلونة عام 1992 وأتلانتا عام 1996، وكان كابتن المنتخب. اعتزل ياسر لبيب كرة اليد في مطلع عام 1998 واتجه للتدريب، وعمل مساعدا مع الراحل كابتن جمال شمس في الفريق الأول، ثم تولى العديد من فرق الناشئين بالنادي الأهلي قبل أن ينتقل لتدريب منتخب مصر للناشئين لكرة اليد، ثم انتقل إلى الإمارات وحصل على بطولة السوبر مع أهلي دبي، واتجه بعدها إلى العمل باللجنة الأولمبية الإماراتية لمدة 8 سنوات في منصب رئيس قسم المؤسسات الرياضية واللجان التنظيمية، والتي نظمت العديد من البطولات الأسيوية والعربية والخليجية، كما كان ضمن فريق عمل الأولمبياد المدرسي والمسؤول عن رياضة القوس والسهم مع الخبير الكوري. وكذلك نشر رياضة الريش الطائرة كألعاب مستحدثة بدولة الإمارات خلال الفترة من عام 2012 وحتى عام 2017، كما شغل منصب المدير الفني للاتحاد الإماراتي لكرة اليد. أهلا بحضراتكم من جديد. كابتن ياسر، شايفك وانت بتشوف التقرير تاريخ حافل بصراحة، يعني لا بصراحة كمان يعني صور ذكريات جميلة، يعني رجعتنا الأيام الماضية، أيام محمد الألفي وعطف عبد الرحمن وأحمد جابر، كان جيل جميل.